وزارة السياحة والآثار المصرية تنظم مهرجان إعادة إحياء طريق الكباش القديم المعروف بطريق الاحتفالات بمحافظة الأقصر، الذي ستبدأ فعالياته في 25 نوفمبر الجاري. يضم الطريق مجموعة تماثيل بلغ عددها 1200 تمثال، ويعد المهرجان من أهم الفعاليات في المحافظة، وهو أكبر استعراض للآثار المصرية، إذ يعتبر أضخم متحف عالمي مفتوح. وسيكون المهرجان كرنفالاً فرعونياً، كما سيشهد العديد من الفعاليات الثقافية وكذا الفنية المختلفة، إذ يبرز هذا الاحتفال حضارات تاريخية مصرية عريقة، ويعرض عدة اكتشافات أثرية كانت موجودة منذ القرون الماضية.